دي، عنده كاس رابطه، عنده افريقيا. هل الاهلي قادر انه يجمع من الاربع بطولات؟ كاس العالم هنقول صعب شويه عشان نكون امناء. تمام. البطولات يعني اذا كانت المواعيد مناسبه ما يتضغطش النادي الاهلي. نعم. ليه؟ لانه النادي الاهلي يعني في السنه اللي فاتت واللي قبلها كان بيتضغط وكان بيطلب تاجيل بعض المباريات، نعم. وبعدين تكتلت المباريات واصبحت مشكله. السنه دي مش هينفع ناجل مباريات لانه لما خلاص. الوقت. نعم. والحمد لله الدوري خلاص، يعني انت في 9 جولات اتشالوا، فبقى كويس. يعني هو محتاج ان هو يعني يعمل توليفه كويسه لكل ماتش. انت من المدربين المؤمنين بالروتيشن، بتغيير اللعيبه كتير، ولا تثبيت 14 15 لعيب تلعب بيهم على طول؟ كل العالم فيه تثبيت، كل العالم فيه تثبيت. يا كابتن محمد، عايز اقول لك حاجه كده. لو اتفرجت على مدرب وشفته لعب النهارده بفريق، والماتش اللي جاي لعب بفريق تاني، والماتش اللي بعديه لعب بفريق تالت، فحاجه من اتنين: يا اما كل اللاعبين اللي عنده مستوى واحد وامتياز، يا اما هو مجامل. مجامل. عايز يجامل اللعيبه، عايز يجامل ده ويجامل ده ويجامل ده ويجامل ده، ده زعلان، ده مقموص، ده مكشر، ده عامل نفسه متعور، ده مش عارف ايه، فيقول ايه يعني خليني ادل ده عشان خاطر يعني اشيل من على كتفي مشكله. يعني ودي على فكره عند مدربين كتير. يعني انا فاكر هديكوتي لما كان مدرب كنا 9 في نص الملعب موجودين، فكان يعني زي ما يكون بيفرح لما يلاقي حد مصاب عشان يقعد ده وينزل ده، لدرجه انه مره في التمرين شطها ناموسه قرصته. أيوه. فبيهرش في رجله، فشافه هيدوكوتي فجاله قال له في حاجه في رجلك؟ قال له لا لا ده انا بهرش. قال له لا لا في حاجه تاع يا دكتور خد اتعالج هناك. بقى شطه شايلينه بره ويقول له ناموسه. لا بس ديكوتي ده كان جاملت في شغلك؟ جاملت وانت مدرب؟ لا، وقفت مع لعيبه. وقفت مع مين؟ في حاجه مين ابرز في حاجه اسمها وقفت، وفي حاجه اسمها يعني جاملت. وقفت مع يعني مين؟ في لعيبه. يعني انا فاكر انه عبد الحميد بسيوني، كنت انا بعت بموافقتي، انا بعت اوتاكا اللي هو هداف الدوري والكاس وكده. يا نهار ابيض. انا اللي وافقت. انت خدت الدوري باوتاكا؟ لا بتهزر؟ ولا بخالد بيبو؟ ياه. ايوه خدت بيهم كاس، ما خدتش بيهم الكاس. ما خدتش بيهم الدوري. يعني انت خدت الدوري بعد ما اوتاكا كان مشي من كان الاسماعيلي؟ مشي ليه؟ الله يرحمه اسماعيل عثمان وابراهيم عثمان جه كلمني. قال لي احنا عندنا ازمه في النادي، ازمه ماليه، والولد جاي فلوس كويسه من فرنسا، جاي له فلوس، كان اول في السد القطري. اوكي. جاي له فلوس كذا كذا ومش عايز يمشي. مش عايز يمشي؟ مش عايز يمشي. فاحنا ايه رايك؟ قلت لهم والله انا مع الكيان. نعم. مصلحه الكيان فين؟ المدرب لابد ان يكون يمشي كويس. معاه. فانا مؤمن ان هو يمشي عشان نجيب فلوس عشان نقدر ان احنا ايه نصرف على الفريق. فقعدت مع الولد، كلمت معاه الوضع كذا 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 كذا. قال لي لا انا عايز اروح اوروبا. اوكي. فقلت له يا ابني انت لسه محتاج وقت عشان تروح اوروبا، في عندك نواقص كتيره. فقال لي لا انا هداف الدوري، هداف الكاس. قلت له طيب بكره الصبح تنزل للملعب. جه الصبح وجبت الولد صبحي، وجبت حد يرفع كور، وحطيت له كوره على خط 18 كويس. كده قلت له انا هقف ورا الجول وهشاور لك على الزاويه وانت تشوط فيها. حلو. فبقيت اقف اشاور له دي يشوط اوت، دي في العارضه، دي جول، دي اوت، دي في العارضه، دي اوت، دي في العارضه. حوالي 15 كوره تقريبا. كم كوره جول؟ 5 من 15. قلت له كويس. اوفر من اليمين، اوفر من الشمال، بالهيد كام؟ 3 من 12، 4 من 15. جبته. قلت له ايه رايك؟ قال لي اي ام فيري باد. هو اللي بيقول لك؟ قال لي اي ام فيري باد، انا وحش جدا. بليز يعني مرني زياده. وكنت انزله مرانه زياده، وبالتالي قلت له بقى اقبل العقد ده.
خد قرشين كويسين، امن نفسك وامن بيتك وامن اهلك، وبعد كده اطلع على اوروبا. الدوري القطري متشاف من قطر، تروح على اوروبا. نعم، عمل كده تمام ومشي. طب بقيت انا دلوقتي عايز راس حرب، محتاج راس حربه. انا اعرف ان بسيوني راس حربه في الزمالك ما بيلعبش، حاطينه على الخط ما بيلعبش. فصادف ان انا اتقابلت معاه، فبتكلم معاه، اخبارك يا ابني بتلعبش ليه؟ قال لي ما انت عارف يعني يا كابتن انا ماليش مكان في الفريق وكده. طيب ايه تحب تيجي عندنا؟ قال لي يا ريت يا كابتن. قلت له كلام صحيح؟ قال لا. فكلمت اسماعيل عثمان، قلت له من فضلك في اتنين لعيبه انا عايزهم، عمرو فهيم و وكنت مكلم عمرو برضه كان على الدكه في الزمالك برضه، كان كان على الدكه. كلمت اسماعيل عثمان ووفر لي المبلغ. وقبل ما ندفع الزمالك طرب رضا سيكا من عند ربنا بقى. حلو قوي. فقلت لابراهيم عثمان ان دول يعني ايه، تروح تكلم معاهم ادوهم ده وهات لنا الاثنين دول. وهات لنا على الاقل نص مليون كمان. خدنا نص مليون وخدنا الاثنين اللعيبه دول وخدت الدوري. وخدت الدوري بدون اوتاكا وبدون خالد بيبو، لان خالد بيبو كان برضو مشي جا النادي الاهلي ساعتها لو انت فاكر، لانه كان عقده ما فيهوش شرط جزائي. ليه ما فيهوش شرط جزائي؟ لانه كان في يعني قفله بينه وبين الاداره مظبوط، وكانوا يفضلوا ان هو يعني يستغنوا عنه. فلما جه النادي الاهلي طبعا بقى بعد كده ربنا اداله يعني. لكن دول اكتر اتنين لعيبه وقفت معاهم، عبد الحميد بسيوني وعمرو فهيم. انا وقفت مع كل اللعيبه اللي اشتغلوا معايا، وكانوا دايما يعني اقول لهم حط في بيتك لوحه كده اكتب مع محسن صالح تربح دائما. لا والله. ايوه يعني واللعيبه اللي كلها اللي اشتغلوا معايا يعني ما شاء الله كلهم بركات.